شرف ليا برضه. هل هناك جديد؟ لا، مفيش حاجه جديده خالص. خلاص. لا مفيش حاجه. يعني فريق ستاندر ليج تمسك بالمليون يورو. لا، يعني لا، في مفاوضات شغالين. طب ما انت قلت لي مفيش جديد. لا مفيش جديد بمعنى اللي مكتوب، اللي هم طلعوا للفيفا والكلام ده، الكلام ده مش صح خالص. ده مش صحيح. لا مش صح. المفاوضات ما زالت مستمرة؟ ما زالت مستمرة. طيب يعني هل في تقدم في المفاوضات؟ بنسبة 20-30%. بنسبة 20-30% عما كانت عليه. بالظبط. طيب يعني هل في زحزحة عن المبلغ اللي مطلوب من عماد متعب؟ في زحزحة. يعني بنسبة كويسة؟ زي ما قلت لحضرتك 20-30%. طيب يعني المتوقع متى تنتهي هذه المفاوضات؟ طالما في مفاوضات فك ما تعرفش امتى لغايه ما. لا ما انت عندك ديدلاين، يعني عندك وقت للقيد. لا مش وقت، ما فيش وقت. لا مش مرحله، ما لهاش دعوه بوقت خالص. هي دعوه بان لو كل واحد تمسك باللي هو بيقول عليه خلاص هيطلع له فيه. لو كل واحد تمسك، كل واحد مين اللي هو حضرتك والنادي ولا مين؟ الجبهه بتاعتنا احنا اللي هو مين جبهتك؟ عماد وانا والناس اللي شغالين معانا. لا ما هو انا عايز اعرف الناس اللي شغالين معاك، انت عارف الفيلم دايما الراجل الكبير بيطلع في اخر الفيلم. لا يعني الناس شغالين معانا بمعنى اللي بيحضر ورق الفيفا موجود معانا. خليك يعني جدع، بص خليك جدع، خليك جدع، خليك جدع. احنا في رمضان والكذب في رمضان حرام، بلاش الكذب. يعني ايه يعني يعني بالليل في جبهه اللي هي جبهه بلجيكا دي معروفه خلاص، النادي ومدير التسويق في النادي والناس دي كلها. عماد وانا. عماد وانت وحد من النادي الاهلي. لا 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 خالص خالص والله. خالص؟ خالص خالص. النادي الاهلي مش داخل خالص من قريب ولا من بعيد. يعني عماد متعب هيبقى معاه 3 ارباع مليون يورو يدفعهم، او نص مليون يورو لو وصلت لنص مليون يورو يدفعهم ويفسخ تعاقده مع ستاندرد ليج، الا اذا كان هناك نادي، اذا كان عندكم حد في الجبهه مقويكو، ولا في رجل اعمال هيقول لك انا هاخد عماد متعب يلعب عندي في الجنينه. لا بالعكس، لو حضرتك بتتكلم. ايوه يعني صح جدا. صح ان عماد يخلص نفسه وبعد كده نشوف المرحله الجايه. يعني عماد هيدفع من جيبه المبلغ؟ طبعا. ده انت بتجزم؟ لا اجزم، انا اؤكد. تؤكد يعني ده خلاص؟ طبعا. طب يعني برضو معلش يعني فضل. الى متى يعني؟ خلي بالك في دايما ايه، المسلسلات التركيه في الاول كانت حلوه في مصر. يعني اكيد انت تابعت مسلسل نور. ما تابعهاش خالص. ما تابعهاش خالص. لا. وانصحك ما تتابعهاش لانها بتطول قوي. بس الناس الاول كانت بتحبها، دلوقتي بقى في عاصي وبقى في. انا هقول لك حاجه. كويس، دلوقتي النهارده عماد بدا بلا نادي، صح؟ بلا نادي، تمام. ما اخذ في الاعتبار ان هو مش في ستاندر ليج يعني بلغه ودية زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. تمام. فينفع عشان يخلص نفسه لازم يدفع من جيبه. اكيد في يناير هيروح نادي. صحيح. ساعتها بقى يكون في مفاوضات ثانيه. ساعتها هيكون في مفاوضات ثانيه، والنادي الثاني ده يعني هيبقى كويس. دي بقى فيها الجزم اللي حضرتك بتقول عليه. طب خليك معايا. استاذ عبد الباسط تنتوش من بلجيكا، هو كان مهندس هذه الصفقه من فريق ستاندر ليج البلجيكي. معلش يا استاذ حسن، بس التليفون مهم يا استاذ حسن، احنا طبعا عارف نسمع وجهه النظر. استاذ عبد الباسط كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن احمد، كيف حالك؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير يا سيدي. تحياتي للاستاذ حسن مستكاوي ليك. اهلا استاذ مستكاوي. اهلا. طيب ان شاء الله اتمنى لك. معي على الجانب الاخر استاذ نادر شوقي وكيل اعمال اللاعب عماد متعب، وبيؤكد ان هناك تقدم ان كان بطيئا وصل الى 20-30% في ازمه اللاعب عماد متعب. انت هناك في جبهه ستاندر ليج او انت قريب من الحدث هناك، اوصف لي الموقف عامل ازاي؟ والله الكلام اللي بيقوله لك نادر هو هذا الواقع اللي موجود. انا ما سمعتكمش بالضبط لكن انا عارف الكلام اللي بيقوله نادر هو الواقع. انا اتواصل مع نادر تقريبا شبه يوميا. ورئيس النادي يعني اليوم مستني منا تليفون، بس دلوقتي خلاص متاخر دلوقتي، عندنا مطر وموعد الصلاه ان شاء الله. ان شاء الله قريب العاجل باذن الله تعالى ان شاء الله المشكله هذه تنحل ويصبح عماد متعب حر، يعني حر نفسه خلاص، ما عادش مرتبط بشيء. ونفس الكلام بيقول لك نادي، لان موضوع مادي، وان شاء الله نوصله لحل يرضي الطرفين وتنحل الازمه هذه، لان عماد يعني حقيقه الان في موقف محرج، وان شاء الله باذن الله تعالى نتمكنوا من هذا. طب انت قلت في القريب العاجل، القريب العاجل ده بيعني قد ايه تقريبا؟ وكان ستاندر ليج طالب في الاول حوالي مليون يورو، ايه نوع المرونه اللي قدمها ستاندر ليج؟ المرونه رئيس النادي يعني هو
هو كان مصر على المليون، بس انا كلمته قلت له المبلغ هذا كبير يعني مبلغ غير كبير، قلت له تتكلم في 8 مليون جنيه مصري، المبلغ كبير على لاعب لازم نتكلم واقعيين. اوكي هو معترف بالخطا، عنده خطا وعنده مشكله حصلت له وانت مش دمكم والحق مع النادي، ولكن الان الموضوع لازم نحلوه بطريقه وديه. المشاكل ما فيش داعي لها، حتى ولو رحنا للفيفا هي نفس المشاكل، الغرامه وما غرامه والكلام نفسه. والاخ نادر شوقي برضه عارف القصه هذه وعماد. نعم ان شاء الله يعني احنا حنوصلوا لحل في القريب العاجل، اتمنى يعني بكره او بعد بكره، لان انا بنفسي يعني الموضوع سبب لي اشعاع كبير يعني حتى في حياتي الخاصه. طب عبد الباسط بسالك سؤال الله يخليك جاوبني اه او لا، هل 4 مليون جنيه مصري تنهي هذه الازمه تماما؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله نتوقع هذا، نتوقع ان الامر هذا ربما ينتهي على هذا الحال، اتوقع توقعات. طيب انا زيك بتوقع، انا كمان يعني باعتبارك في بلجيكا وقريب من مسؤولي اندرلخت. كابتن احمد اتفضل يا فندم. انا عارفك عاوز المعلومه الدقيقه والصحيحه. صحيح. ولكن احنا نتكلم في موضوع فلوس الان، ماهوش موضوع مثلا يعني مش موضوع ثاني. موضوع الفلوس والاشياء هذه والغرامات هذا موضوع شويه محرج للناس كلها. تمام، هنعرف خلال اليومين. رئيس النادي اتكلم في مليون، بعدين ما عادش يتكلم معايا في رقم. ما تكلمش معايا في رقم ثاني. لا ده احنا بنتكلم، احنا الاثنين بنتوقع مع بعض. لا انا ما اتكلمتش معاه بالتليفون اليوم عشان اعطيه وجهه نظر الكابتن عماد والاخ نادر، لسه ما اتكلمتش معاه، والان متاخر بالنسبه لي، هم الاوروبيين بعد 10 ليل ما عادش اتكلم حد في التليفون. وانا في صيام وعندنا صلاه الان، فما عنديش اجابه الان. طيب ماشي خلاص، عشان بس تبقى يبقاش الكلام ملزم بالنسبه لك. سؤالي الاخير وبرضه لك حريه الاجابه ام لا، موضوع شيكابالا شايفه هيتصاعد ولا هينتهي وديا ايضا؟ لا موضوع شيكابالا انا لا يعني من الان تصاعد لن اصرح باي شيء، موضوع شيكابالا لا يعنيني من قريب ولا من بعيد. انا قلت وجهه نظري من يومين على رايي الشخصي قلته، والموضوع انفجر هنا كالقنبله الموقوته في بلجيكا، كالقنبله الذريه. وانا يعني لسه كنت خارج من ساعتين، كنت عند رئيس نادي اندرلخت في بيته، والراجل ناداني في بيته وتكلمت معاه، وانا وضحت وجهه نظري ان انا لم اقول شيء يسيء لاندرلخت ولا للزمالك، انا قلت وجهه نظري الشخصيه. المشكله انفجرت كالقنبله يعني، ولم لم يحصل في تاريخ بلجيكا من يومين الاعلام يتكلم والدنيا مقلوبه، والتصريح اللي تكلمت به هني ترجم بالحرف الواحد، ورغم ان الترجمه فيها اخطاء، ولكن انا لم اقول شيء لا يسيء لا لهذا ولا لذاك. انا دائما اتكلم منصف و... طيب سؤالي انا عادل يعني. سؤالي هل اندرلخت متمسك بشيكابالا؟ لا لما انا رحت لرئيس النادي كنت نوضح له وجهه نظري فقط، لكن ما كلمتوش اذا كان متمسكين ام لا. يعني تقريبا هم متمسكين، كل طرف متمسك بشيء، ولكن انا ما احب ان اخوض هذه الامور في المستقبل، لان كلامي دائما محسوب عليا يعني. انا بشكرك على هذا التوضيح، شكرا عبد الباسط. نادر سمعني يا نادر؟ سامع حضرتك. اعتقد ان الراجل يعني قرب الامور شويه. طبعا. ولا بقى في تركيا ولا في حاجه من الكلام ده، بقول لحضرتك الكلام هو بالظبط يعني. لكن هو يعني شويه قال لنا ان احتمال 48 ساعه. يعني لو كنا متفائلين يا رب. اتمنى ان شاء الله. نادر شوقي، عبد الباسط تنتوش، اشكركم شكرا جزيلا. شفت الهنا اللي احنا فيها.